حزب الله أيضا يعلن عن استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في سكنة كيلا بالكاتيوشا، كما ذكر زميل مراد أيضا استهداف لسكنة كيلا، وهذا بيان لحزب الله عن استهداف سكنة كيلا بعد فقط إعلانه. يعني نعم. استهداف سكنة كيلا فقط للتنوية. فقط للتنويه، استهداف تكنة كيلع تستهدف للمره الثانيه خلال 24 ساعه يوم. نعم. استهدفها حزب الله ايضا بصواريخ الكاتيوشا، واليوم يعود ويستهدفها كما حدث الامر في قاعده بيريا التي استهدفت يوم امس واستهدفت صباح هذا اليوم. نعم، اذا تكنات بيريا وراموت نفتالي زرعيت والان كيلع وفق بيان لحزب الله.